الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، إن الله جل وعلا يفتح لمن يحبهم الأبواب التي تزيدهم قربا منه سبحانه وتعالى، ويحببهم مزيد الحب سبحانه وتعالى. ومن ذلك النوافل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. أيها الأحبة، وإن من أعظم النوافل ثوابا عنده سبحانه وتعالى قيام الليل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، إذ قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل منذ أن بعثه الله حتى توفاه سبحانه وتعالى، لم يترك ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان قيام الليل أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. بل قال عدد من العلماء في تفسير قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال عدد من العلماء أن قيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل هو شأن الصالحين في الأمم جميعا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: قيام الليل دأب الصالحين من قبلكم. طريقتهم ومنهجهم العناية بقيام الليل، وشأنهم قيام الليل. وقيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذن قيام الليل له شأن عظيم في حياة المسلم، وهو سبب في صلاح ليل الإنسان، وسبب في صلاح النهار. وقد قال غير واحد من السلف: من أصلح ليله كوفئ في نهاره، ومن أصلح نهاره كوفئ في ليله. إذا كنت تريد النهار صالح وأنت فيه موفق وأمورك ميسرة، فعليك بإصلاح الليل. وإذا أردت الليل أمورك فيه مستقرة ومطمئنة وأنت في أنس وراحة، فعليك بإصلاح النهار. ولا يصلح حالك ومآلك إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، وإن من أعظم الطاعات قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أحبابه الصحابة بأمرهم بقيام الليل. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. ولما أخبرت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا أخيها عبد الله التي رآها واستحيا أن يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فما ترك عبد الله قيام الليل، وما كان ينام من الليل إلا قليلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد حتى أهله وأبنائه وخاصة أقاربه، حيث أنه صلى الله عليه وسلم طرق بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما فقال لهما: ألا تصليان من الليل، أمرهما بقيام الليل. وأما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة فهم سادة أهل الدنيا في العناية بشعيرة قيام الليل. وقيام الليل
له أثر حتى على صحة الإنسان، إذ جاء في الحديث أنه سبب في معافاة الأبدان، والحديث صحيح. وفضائل قيام الليل كثيرة وعظيمة، ومن أعظمها أنها سبب في دخول الجنات بسلام والنعيم في تلك الجنات. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولما ذكر حالهم سبحانه وتعالى وأنهم لا يجدون لذة الإمعان في النوم، فقلوبهم وجلة من الله سبحانه وتعالى وجنوبهم تتجافى عن المضاجع، قال تعالى في وصف حالهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا، تأمل، قرة أعين لا يدرون ما عظمها وما شأنها، لكنهم يؤملون، وما عند الله خير مما يؤملونه وأعظم وأشرف وأكرم. وأنت أخي الحبيب في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، في شهر قيام الليل، يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف البشارة النبوية، يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله تعالى شرع ذلك وحث عليه وندبه، وشرعه رسوله وحث عليه وندبه، وأنه سبحانه وتعالى سيجزي القائمين أحسن الجزاء، قال: واحتسابا، أي طلبا لثوابه سبحانه وتعالى وإخلاصا لله في ذلك لا رياء ولا سمعة، إيش الجزاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب الماضية، فقط بأن تقوم هذا الشهر المبارك. ونريد أن نتحدث عن قيام رمضان، فبعد أن تحدثنا عن قيام الليل وشأنه وفضله، وما تحدثناه هو قليل من كثير، لكن ذكرنا إشارات إلى ذلك، وتحدثنا بعد ذلك عن ما تحصله بقيام الليل من مغفرة الذنوب في رمضان، يعني قيام الليل في رمضان، ينبغي أن نتذاكر قضية كيف تقوم رمضان، وما هي السبل التي تيسر لك قيام رمضان. وهذه المسألة مهمة، أولها أن نقول: يا أخي الحبيب، قيام رمضان على صفتين: الصفة الأولى أن تصلي التراويح، هذه التراويح التي شرعها صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة من ليالي رمضان فصلى بصلاته أناس، ثم صلى عليه الصلاة والسلام في الليلة الثانية فصلى بصلاته عدد أكثر من الليلة السابقة، ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة صلى كثير من الناس، ثم انتظروه في الليلة الرابعة أو الخامسة فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. ونتم في الحلقة القادمة الحديث عن هذا الحديث وفق المسائل التي فيه، وإلى ذلك